أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطواف الواجب يشترط بالطهارة، أما المسلوس والمبطون وأمثالهما الطواف بالبيت صلاته. بالصلاة شو يسوي إذا عنده فترة اللي في هذه الفترة يكون طاهر فبها، وإلا لا يطوف أشك. يعني شرط الطهارة يسقط هذا الشرط. السؤال عن المرأة التي لم تتمكن من الطهارة والطواف، فما هو حكمها؟ الجواب ورد بأنها تستنيب من يطوف عنها. وما بالنسبة إلى الإحرام؟ فإن الإحرام ينتهي بالتقصير، معذورة ظاهرة بعنوان فتوى ناهم يطوف بكل في عدم قائل شدر. لكن إطلاق الدليل الذي يقول لا بد أن يخرج من الإحرام يفترض عليه أن يأخذ أن يستنيب في هذا العمل. ليش يخرج من الإحرام بالطواف؟ ليش؟ لا هو يطوف مثل اللي هو يصلي. شلون يصلي هو؟ أعتري دليل الإحرام يقول إذا طاف طوافا صحيحا هو خرج من الإحرام، يحتاج إلى النيابة. النيابة بحاجة إلى دليل، ودليل النيابة مقصود بالذي لا يستطيع أن يطوف. هذا يستطيع طواف معذور. إجماع دقي لا، أما المعروف بين أعظم العلماء قديما وحديثا أن هذا الذي بأيدينا هو القرآن، ألفاظ القرآن تحريف مصير، التحريف في التفسير في التأويل أمثال ذلك. ليش لا؟ لأنه شوفوا إذا ألف فقيه عندنا، نحن واحد بالألف اثنين بالألف يقولون شيء، طريق العقلاء أنه لا يأخذون بهذا. لا لا، إذا مخالف أكو خمار ضرورة، يعني ما لا مخالف له اصطلاحا ضرورة لا يقال. إيه أي، هو عنده مو ضرورة. شوفوا مثل الظواهر، الظاهر حجة فتفقه يقول هذا مو ظهور، شوفوا فتفقه يقول هذا ضرورة، الثاني يقول مو ضرورة، معيار الظاهر أنه مخالف ما إله ظاهر أشكال يقوله. شوفوا الدليل الخاص بكلمة الضرورة، خو ما عندنا بالروايات ما عندنا ضرورة. خلاف التحقيق، هذا خلاف التحقيق. القرآن يدا بيد وصل إلينا هكذا. إذا أنا واحد يدعي بأنه في الكافي صاير تحريف، شنو الجواب؟ الكتب المهمة احتمال التحريف فيها هذا خلاف المتعارف. أدري أما تحريف في شنو؟ لأن جبرائيل كان ينزل على رسول الله بمتن القرآن وبتفسيره وبتنزيله وبتأويله، تحريف في هذا النصائر. السؤال عن نزول القرآن الكريم، ورد في كتب التفسير أن مجموعة من الآيات كانت تنزل في مناسبات متعددة،
فما هو المراد بنزول القرآن مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب: بحسب الروايات المتعددة الكثيرة أن القرآن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله عدة مرات، نزلت نجوما شيئا فشيئا بالمناسبات المختلفة، وأيضا نزلت في ليلة القدر مرة واحدة، وقد كان هناك مرات متعددة من التنزيل. هناك كان الرسول الله صلى الله عليه وآله يتلو شيء من الآيات القرآنية، أنه كان يعلم بجميع القرآن، ولكن كانت المصلحة تقتضي أن يكون للقرآن نزولان، نزول دفعي مرة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة القدر، ونزول تدريجي على مر الأيام وبسبب المناسبات. وقد ورد أيضا في القرآن الكريم: ولا تعجل بالقرآن، فالمراد أنه هناك نزول تدريجي. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بجميع القرآن للنزول الدفعي، هذا بحسب رواياتنا أنه هذا الأمر واضح ومسلم. السؤال: قد ورد في بعض الروايات نزول القرآن على بيت المعمور، ما هو الفائدة من النزول على بيت المعمور؟ الجواب: نحن لا ندري ولا يجب أن نعلم بالأدلة التي تكون في هذا النزول، ولكن وردت الروايات بهذا النزول، فنعلم أنه نزل إلى بيت المعمور، ومن بيت المعمور نزل تدريجا. السؤال عن نية الإفطار: هل يضر بالصوم أو لا؟ وإذا اشترط مثلا أو علل بأنه لو كان عندي الأكل الفلاني لأفطرت وما شابه، هل هذا يضر أو لا؟ الجواب: إذا قصد الأكل والإفطار هذا يوجب بطلان الصوم، ولكن إنه إذا قال باللو وما شابه هذا محل إشكال، لم يثبت أن هذا المقدار يضر بالصوم. الذي يضر بالصوم هو انتفاء نية الصوم بأن يريد الأكل واقعاً، ولكن إذا قال لو كان عندي فلان مثلا ومثل هذه الأمور هذا لا يثبت به الإفطار. ها؟ تعليق نية الصيام ليش مبطل؟ هذا مو تعليق النية. إذا هالشكل إباط بلا إشك بلا إشك. السؤال: سماحتي السيد، ما هو رأيكم في من يقدم على معاملة وعلى بيع فيه غرر مع العلم بذلك، هل هذا صحيح أو لا؟ الجواب: ربما هذا لا يسمى غرر، إذا علم بوجود خلاف القيمة السوقية والقيمة اللي يعطيها للبائع فهذا لا يسمى غررا. الغرر هو أنه لا يعلم بأن هذه السلعة ما هي قيمتها الحقيقية في السوق، فيشتريها بأضعاف القيمة السوقية، بعد ذلك يتبين له بأن هذه السلعة لم تكن لها هذه القيمة اللي أداها إلى البائع، فهذا يسمى غرر. ولكن إذا علم ومع علمه فهذا لا يكون غررا. نعم، إذا لم يعلم فيضر بالبيع. السؤال: إذا قصد شرب الماء وذهب للشرب ولم يجد الماء، هل هذا يضر بالصوم أو لا؟ الجواب: نعم، هذا يضر بالصوم كما ذكرنا. نعم نعم. ها ها، العرفان
يعني معرفة الله عز وجل بصفاته الثبوتية والسلبية، معرفة الأنبياء، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة الإمام، معرفة المعاد حسب الأدلة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، لأن رسول الله قال كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا العرفان الصحيح، غير هذا إذا سمي عرفانا أيضا مو صحيح، لا مو صحيح. تسخير الجن محل خلاف بين الفقهاء أنه جائز أو مو جائز في المكاسب الصور، موجود بحث أو في غير المكاسب. على كل، إذا لا يستوجب ضررا على ذلك الجن أو على إنس آخر، لأن لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، إذا ما يكون ضرار في نفسه ما بإشكال. يعوذون اي خوها ما يخال، لا يعني هو يتحمل، ما قلت ضرر، قلت ضرار يعني اضرار بالاخر، هو يضرر شكوبي. اذا مو الاضرار الثلاثه شنو دليله؟ الناس مسلطون على انفسهم فزادوهم رهقا. السؤال: سماحتي المرجع، إذا كان البائع يريد بيع البقر وقد باعه حيا وبعد ذلك أخذه المشتري وذهب به إلى الذباح بعد ذبحه تبين أن هذا البقر كان مريضا، هل وأن اللحم لا يمكن الانتفاع به لمرض الحيوان، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا كانت المعاملة غررية وكان البائع مقصرا في هذه المعاملة فتكون المعاملة، فيكون البيع باطلا، ولكن أحيانا ربما لا يثبت الغرر في مثل هذه المسائل. على كل حال، إذا مثلا جاء الطبيب أو البيطري المتخصص في أمراض الحيوانات وأخبرهم بمرض الحيوان قبل البيع، فهنا يثبت أن المعاملة كانت غررية، ضررية، فالمبلغ اللي أعطاه المشتري يعاد إليه. السؤال: إذا كان قصده من البيع أنه يريد بيعه للاستفادة من الحليب، الجواب هنا لا فرق، فإذا كان المعاملة غررية لا ينفع. السؤال: سماحة السيد، إذا تزوج الرجل بامرأة وكان يظن بأنها باكر بعد ذلك تبين أنها ثيب، فما هو حكم مهرها؟ الجواب في هذه المسألة، مسألة مذكورة في الكتب الفقهية، وقالوا والظاهر أنه لا خلاف في المسألة أنه في هذه الصورة تستحق مهر المثل إذا كان مهر المثل أقل من مهر المسمى، أما إذا كان مهر المسمى أقل فهذه رضت بمهر المثل ورضر فتعطى مهر المسمى اللي هو أقل من مهر المثل. السؤال: إذا حصل الحادث بين سيارة وماشي وسبب الاصطدام بفوت المصطدم الماشي، فما هو الحكم وما هي الدية؟ الجواب في هذه المسائل يرجع بأنه هل هذا الحادث كان عن عمد ومتعمدا، فهنا تكون دية العمد، وإذا كان عن خطأ فدية الخطأ، ويتبع الحكم. طبعا
هناك أمور تتبع القوانين الخارجية، القوانين الخارجية تتبع العرف، فإذا كان بحسب القانون الخارجي العرفي أنه هذا يعد قاتلا، فطبعا هذا لا، الشرع لا يترتب على ذلك، يختلف. إذا أدري، لأن القوانين بينها وبين العرف الخارجي عموما واجه، إذا العرف يعني عرفا يعتبر هذا قاتل، نعم، سواء القوانين عينة قاتل أو متعينة، وبالعكس العكس. والظاهر أن الأغلب في مثل هذه الموارد، لأنه السائق ليس له قصد الجريمة ولم يكن قاصد، فهنا يصير القتل قتل الخطأ، فالقتل الخطأ له أحكام ودية معينة في قتل الخطأ، فهنا يتبع القتل الخطأ. خوش قب عرض کردم حالا سه قسم، یا عمد یا شبه عمد یا خطای محض. الملاك العرف، الملاك الصدق العرفي، لأن القوانين بإضافة إلى العرف لهم مصالح أخرى يدخلوها فيجعلون قانون. السؤال سماحة السيد، ما هو حكم المعاطاة؟ هل المعاطاة تختص بقضية البيع أو أنها تجري في بقية العقود؟ الجواب، عمدة بحث المعاطاة اللي ذكرها الفقهاء ذكروه في مبحث البيع، وذكروا بأنه هل البيع بحاجة إلى لفظ مثل عقد النكاح، أنه إذا لم يكن اللفظ في البين بين البائع والمشتري وكان مجرد الموافقة الخارجية، هل يكون البيع صحيحا أو لا؟ هنا ذكروا البحث بالتفصيل، ذكر الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب في مبحث البيع بحث المعاطاة بالتفصيل، ولكن هذا البحث يجري أيضا في الإجارة وفي الرهن وفي بقية أبواب المعاملات، والوجه أنه غالب المعاطاة يكون في البيع، من هذا الباب ذكروه في البيع. أيضا في الإجارة يمكن أن يكون المعاطاة أن مثلا يؤجر البيت بدون أن يتلفظ بلفظ ما، ويأخذ مبلغ ما في قبال الاستنفاع الانتفاعي بمنافع الدار، فهذا يكون إجارة معاطاتية كالبيع المعاطاتي، وهكذا في الرهن والصلح وبقية موارد المعاملات يمكن أن يتحقق المعاطات، فما ذكرناه في المعاطات هناك يجري هنا. إجارة معاطاتي مش مثل بيع معاطاتي، وهكذا الرهن. السؤال قد ورد بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام أنه مطلق، ما هو رأيكم المبارك بالنسبة إلى هذه الروايات؟ الظاهر الجواب، الظاهر أن هذه الروايات كانت صادرة على وجه تقية وما شابه، والظاهر أنه خلاف الواقع، ولو كان للإنسان العادي هذا العدد المتعدد من الزوجات وطلقون فكان يعرف بذلك، ولكن هذا غير معروف عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مع أنه في تلك المكانة العالية والرتبة السامية وهو ابن أمير المؤمنين، وكان له من الأعداء ما كان، ولو كان هذا متحققا لنقل في التواريخ بصورة متواترة معتبرة، ولكن إنها لم تكن بهذه الكيفية، فالرواية ربما كانت على وجه من الوجوه، لا بد من حمل الرواية على بعض الوجوه اللي ذكرها العلماء في الكتب شرح الأخبار. هذا ما هو صادق كمان، مرحبا والدي، ما اشكال. السؤال عن الصائم، هل يجوز له اخذ المغذي بان يكون عبر الأبر او لا؟ الجواب،
بحسب العرف الظاهر أن هذا لا يعد من الأكل والشرب وبقية الممنوعات على الصائم، فهنا ربما يقال بعدم إضراره بالصوم. نعم، هناك كان جماعة من الفقهاء يستشكلون، منهم المرحوم السيد الوالد كان يستشكلون من جهة أن المناط في الصوم هو الجوع أو ما شابه، فهذا يرفع الحاجة الإنسانية، فمن ذاك الباب كانوا يستشكلون ويحتاطون في المسألة. ولكن نحن لا نعرف مناطات الأحكام، فربما لا يكون للعجز والتعب مثلا الجائع وما شابه أثر في هذا الحكم. على كل حال، نحن وظواهر الأدلة الذي يوجب إفطار الصوم هو المفطرات التسع المذكورة في كتب الفقه، فمثل هذا لم يذكر. على كل حال، يشكل فتوى بأن مثل هذا يكون مفطرا. السؤال: سماحة السيد، ذكرتم أن الوجه ربما يكون التقية في قضية ما نسب إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ما هو الوجب أن يكون تقية؟ هل يضر مثلا بأحد من الشيعة؟ الجواب: الوجه في هذه الأمور أنه لو كان هذا واقعا وحقيقيا لكان معروفا ومنتشرا عند الشيعة. وأما نقل هذه الرواية، وقد ورد أيضا نظائر مثل هذه الرواية، أنه جاء الراوي إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأل سؤال، وقال قبل أن يجيب الإمام أن ابن أبي ليلى يجيب هكذا، فهنا قال الإمام الصادق عليه السلام: أما ابن أبي ليلى فلا أقدر على مخالفته. مجرد قول الإمام الصادق بأن يكون مخالف لقاضي المخالفين العامة كان يوجب القول بالتقية، فهنا أيضا يوجب هذا الاحتمال أن يكون وجه صدور مثل هذه الروايات من هذا الباب. طبعا هذا ذكرناه على وجه الاحتمال. على كل حال، لو كان الأمر كما نقل لكان معروفا ولا انتشر ولا علم به وحصل له الإجماع، ولكن لا نجد هذا الشيء، بل الخبر غير معروف في التواريخ ولا في كتب اللي يكتبون وينقلون هذه المطالب. السؤال: هناك احتمالات ذكرها بعض المحدثين بأنه أراد الناس، أرادوا أهل المدينة والحجاز وأهل الكوفة أن يتبركوا بأن يزوجوا بناتهم من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهل هذا الوجه تام برأيكم؟ الجواب: هذا الوجه إذا كان فإنه يوجب المدح للإمام الحسن، ولكن نجد أن في تلك الروايات اللي ذكرت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان مطلق، ورد فيها النهي، فهذا لا يناسب هذا الوجه. ما يخالف، لا لا، لأنه المفطرات عشرة، هذا المغذي خلي، هذا مو من المفطرات. أي ما يخالف، فخلاف الاحتياط الاستحبابي، يعني ليس بفتشي، لأنه الصوم جعله ليحس الغني بجوع الفقير وعطشه، إذا هالشكل بعد ما يحس بالجوع والعطش هذا مكروه. هؤلاء الذين يسافرون إلى الفضاء أيضا هكذا.
المشكلة لا، مثل الإنسان اللي بالصيف يروح ينام في مكان بارد حتى لا يحس بالعطش. شنو الفرق؟ شنو لا، إن ما جعل الصوم ليحس الغني، هذا يشوف الشيء اللي ما يحس. إيه لا لا، على كل نحن بلا الدليل انه يشارك بين الذي ياكل وبين الذي يقرب هذه الكلمه. اي جلس اي جلس، هذا اللي يروح في المكان اللي بارد ويصوم اللي ما يحس بالعطش، هذا لا يحس بالعطش. لا هذا حكمه. نعم اي، بس هالامور الزمانيه انه ما طلع اسمه، اي ما طلع اسمه، فلوس رجعها هذه السنه صرفها الفلوس، السنه الثانيه يجب عليها. لا لا، اذا السنه الثانيه، اذا السنه الثانيه في هذا المثال اللي قلته شروط الاستطاعه مو تامه له، مو مستطع. السؤال سماحتي السيد المرجع، ما هو رايكم بالنسبه الى إدخال المأكولات عن طريق البطن بدون أن يأكله من الفم؟ أحيانا لبعض الأمراض هكذا يكون، هل هذا للصوم يمنع أو لا؟ الجواب ذكرنا سابقا وبالتفصيل أن موضوعات الأحكام الشرعية منصرفة إلى المصادق المتعارفة، فالأكل والشرب المتعارف هو عبر الفم، ولكن في موردنا وفي بحثنا في الذي مثلا يأكل من الخشم ومن لا يأكل من الفم، فهنا أيضا يقال بالحرمة لثبت. وأيضا بالنسبة إلى وصول الماء أو الطعام بطريق غير الفم، مثلا بأن يجعلوا شيء في بطنه ويدخلون الطعام هكذا إلى المعدة، فهذا بحسب البحث العلمي لا أشكال فيه، من حيث البحث العلمي لا أشكال فيه، ولكن مقام الاحتياط في مثل هذه الموارد جيدة. إذا ربما حصل تطور في علم الطب في المستقبل وأمكن لهم أن يأكل الإنسان من غير طريق الفم أو يشرب الماء من هذا من غير طريق الفم، هذا بحسب المتعارف لا يسمى شرب وعرف. ولكن في باب الصوم بالخصوص لما تقدم من الأدلة، ربما حتى إذا كان الشرب والأكل عن طرق غير متعارفة فهذا يكون مضر. بخاطر همین که عرض کردم، نه حتی غیر متعارفش مبطله. السؤال، إدخال الأطعمة والأشربة عن طرق غير متعارفة، هذا يسمى ربما العرف يقولون بأن هذا أكل عن غير طريق الفم فيكون أكل غير متعارف. الجواب يرجع في مثل هذه الأمور للعرف، حسب الظاهر أن هذا لا يسمى أكلا عند العرف. نعم، إذا سمي أكلا عند العرف، إذا قلنا بأن العرف يسمى هذا الفعل أكل وشرب، فنعم نقول بمبطليته، ولكن حسب الظاهر وحسب العرف بأن هذا المقدار هذا لا يسمى أكل وشرب. أكل وشرب، على كل حال إذا صدق عليه عنوان الأكل والشرب فهو أكل وشرب غير متعارف، فهنا أيضا من حيث البحث العلمي يأتي ويرجع يعود نفس الإشكال. ولكن على كل حال قلنا بأنه في باب الصوم بالخصوص لوجود الأدلة المتعددة ربما يقول بالمنع. ولهذا سيدنا الله حتى أطباء أهل
إذا أي مكان صحة الحامل كان وعدم صحة السالب نقول نعم، إنما الكلام في هذا في هذا. میدونم در باب سفر ممکنه گفته بشه، ممکنه گفته بشه که اینم باز سفر بهش میگن، میگن سفر کرده، اما همه جا نمیگن اینا، همه جا میگم این که على كل حال هذا البحث، بحث الأكل والشرب عن غير طريق المتعارف، تابع لتلك القاعدة الكلية التي ذكرناها. وطبعا هناك موارد متعددة ومصادق متعددة، مثلا بالنسبة إلى المسافر الذي سافر في السفر، أنه المهم هو الطريق والذهاب إلى مكان ما، فلو ذهب في سفره بوسائل غير متعارفة، مثلا إذا حصل له أن يزحف في سفره، فهذا أيضا كذلك يصدق عليه عنوان السفر، ولكن عن طرق غير متعارفة. هنا المهم صدق عنوان السفر. صلى الله على محمد وعلى الطاهر.